بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية طلاب الصف السادس. رجعت معكم يا مس، أنا مس شروق عارف من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. إن شاء الله يا مس اليوم بدنا نحكي عن درس جديد واللي هو درس التماثل، فنبدأ على بركة الله. الجميع يركز وينتبه معي يا مس يا سادس، لأنه درس مهم جدا جدا، ما في قوانين ولا في مسائل ولا معادلات رياضية، بيعتمد على التفكير وكيف إحنا شايفين الشكل اللي موجود أمامنا. في البداية يا مس، إحنا ماذا نقصد بالتماثل؟ مفهوم جديد علينا، إحنا ما مر علينا سابقا ولا بأي صف يا مس يا محمد. في البداية أنا لو أعطيتك شكل الفراشة التالية، في عندك هاي شكل الفراشة ملونة زي ما إحنا شايفين فيها ألوان كثيرة. لو طرحت عليك هذا السؤال التالي، أو لو حكيت لك يا مس يا محمد اعمل الإجراء التالي: إذا قمت برسم خط عمودي في وسط الفراشة، يعني هي مثل الخط العمودي، شايفين هاي الخط العمودي، رسمته في وسط الفراشة بالضبط، يعني ما رحت رسمته هون يا مس في الطرف الأيسر أو في الطرف الأيمن، رسمته في منتصف الفراشة بالضبط. بيحكي لنا هذا الخط يا مس يقسم الشكل، بيقسم للفراشة شكل الفراشة إلى جزئين متطابقين. يعني لو أنت يا مس رسمت فراشة على ورقة، جيت بالمقص قصيتها من المنتصف من الوسط، فبتلاحظ انه قسم لي، لما قصيتها انقسم الشكل الى جزئين متطابقين، يكون كل نقطة في الجزء الاول بيكون كل نقطة في الجزء الاول نقطة تماثلها في الجزء الثاني. يعني لاحظوا يا مس شكل الفراشة، منه شكل جناح الفراشة اللي موجود على الطرف الايسر رح يكون نفسه، رح يكون في مقابل له على الطرف الايمن. شايفين يا مس هنا النقطة هاي النقطة هاي، لما نقص الفراشة من المنتصف رح نلاقي انه الطرف اليسار في هاي النقطة هي نفسها او تقابلها نقطة في الطرف الايمن. فلو حاولنا انه نحط الشكلين على بعض نطابقهم رح ينطبق معي الشكلين. ننتقل يا مس. طيب انا لو جبت جسم الانسان، رسمت جسم الانسان يا مس، وشو عملت هون؟ قسمته من المنتصف، قسمت جسم الانسان من المنتصف، هي جسم الانسان زي ما احنا شايفين، رسمت خط عمودي من المنتصف، فانه رح يقسم لي رح يقسم لي جسم الانسان الى في كلا الجانبين رح ينطبقوا معي. طبعا هون يا مس انت مثلا رسمت جسم الانسان على ورقه، رحنا جبنا المقص يا مس يا احمد وقصينا الشكل من المنتصف وحاولنا انه نطابق الشكلين على بعض، يعني نحط الشكلين على بعضهم، رح نلاحظ انه الطرف الايمن، هي شايفين يا مس الطرف الايمن رح ينطبق مع الطرف الايسر. الى الان لسه احنا ما توصلنا الى معنى التماثل، بس عرفنا انه اي شكل موجود معي اذا انا قسمته من المنتصف، يعني رسمت خط عمودي فيه وقسمته من المنتصف، فإنه الطرف الأيمن رح ينطبق على الطرف الأيسر. طب لو أخذنا يا مس بعض الأشكال، بيحكي لنا هون سؤال بيطرح نفسه يا مس يا أنس، بيحكي لنا: هل يمكن رسم خط يقسم الأشكال الآتية إلى قسمين منطبقين أو قسمين متطابقين؟ قبل شوية مس بسلايد القبل إحنا شفنا إنه إحنا رسمنا خط عمودي عشان نخلي الطرف الأيسر ينطبق على الطرف الأيمن. نأخذ هاي الأشكال الثلاثة، في معي شكل المقص، وفي عندي شكل السهم القوس والسهم، وفي عنا هون يا مس عنا شكل هاي الحشرة. لو جيت أرسم خط عمودي، مش إحنا قبل شوية رسمنا خط عمودي؟ لو جيت رسمت خط عمودي من المنتصف، شو رأيك يا مس يا أنس؟ بيقسمها إلى قسمين متطابقين، يعني هل اليسار رح ينطبق على اليمين؟ ممتاز، بيحكي لنا لا، لانه انتبهوا على الشكل اليمين، شايفين يا مس عامل شكل الزاويه، وشايفين كيف الطرف الايسر في دائره وفي دائره، ما في دائره على الطرف اليمين انها تطابقها، حكينا لازم يكون الطرف اليمين ينطبق على الطرف اليسار، كل نقطه في لها نقطه مقابل لها، تمام؟ يعني اذا كان هون دائره لازم يكون هون دائره، الدائره الثانيه لازم يكون في هون دائره ثانيه، مشان اقدر احكي انهم انطبقوا على بعضهم، ما في. طب لو جينا بدنا نرسم خط عمودي من المنتصف، شايفين بالقوس والرمح عندي هون يا مس، شو رأيك يا أنس؟ بقدر أخليهم ينطبقوا على بعض؟ ممتاز، بحكي لهم مستحيل ينطبقوا على بعض. طب لو جينا لشكل الحشرة هاي يا مس، من عملنا خط عمودي، إحنا رسمنا هاي الحشرة على ورقة، عملنا رسمنا خط عمودي فيها في المنتصف وقصيناها، شو رأيك يا مس يا سارة؟ رح ينطبق الطرف اليمين على اليسار؟ ممتازة، بتحكي لنا لا، لأنه لاحظوا الأرجل اللي عندي هون ما في أرجل مقابل إلها، رأس الحشرة هون ما في رأس يمس على الطرف الثاني
مقابل إلها. إحنا إذا بدنا إياها تنطبق لازم تنطبق يعني الطرف اليمين كامل كله بجميع أطرافه وتفاصيله لازم ينطبق على الطرف الأيسر بجميع تفاصيله. تمام يا مس؟ طيب شو بدنا نعمل بهاي الحالة يا أنس؟ السؤال كان موجه إليك. ممتاز. أنس بيحكي لنا إذا أنا ما قدرت أرسم خط عمودي يقسم هاي الأشكال الثلاثة عشان نخليهم منطبقين، بدي أجرب أرسم خط أفقي. بده يجرب يرسم خط أفقي. هاي لاحظوا يا مس، لما رسم الخط الأفقي الطرف الأعلى، إحنا لما رسمنا خط أفقي صار في عندي طرف أعلى وطرف أسفل، أو إنه الطرف الأعلى والطرف الأسفل. الطرف الأعلى هاي في عندي دائرة، والطرف الأسفل برضو في عندي دائرة، معناته رح تنطبق الدائرتين على بعض. ولاحظوا عندي الخط اللي بالطرف الأعلى والخط اللي بالطرف الأيسر رح ينطبقوا على بعضهم البعض. معناته أنس هنا شاف إنه إذا أنا رسمت خط أفقي ممكن إنه يقسم لي الشكل إلى قسمين متطابقين. طب الشكل الثاني أمس يا أنس، هاي شايفين الخط الأفقي، هاي شايفين رأس السهم من هون ورأس السهم من هون، لو قسمتهم وطبقتهم على بعض رح ينطبقوا على بعضهم البعض. طب والحشرة يا مس؟ ممتاز، برضو عندي خط أفقي، رح لو رسمت خط أفقي رح ألاحظ إنهم رح ينطبقوا على بعضهم البعض. هاي الأرجل رح تنطبق على الأرجل، والطرف العلوي رح ينطبق على الطرف السفلي. معناته بنستنتج يا مس يا سادس إنه الخط الذي يقسم الأشكال الآتية إلى قسمين متطابقين هو خط أفقي. يعني مش بالضرورة يكون خط عمودي زي ما أخذنا بسلايد السابقة، ممكن يكون خط أفقي، ممكن يكون خط أفقي. معناته أنا عندي خطوط التماثل، ممكن أرسم خط تماثل عمودي، أو ممكن أرسم خط تماثل أفقي، أو ممكن أرسم خط تماثل أفقي. معناته خط التماثل يا مس هنا هو الخط الذي يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين، يعني جزئين متساويين. لو رسمت أي شكل على ورقة بيضة خارجية معك يا مس يا سادس، لو رسمت مثلا الشكل الآتي، لو رسمت شكل المربع على ورقة خارجية وجيت رسمت فيها خط عمودي، رح تلاحظ يا مس لما رسمت خط عمودي وقصيته بالمقص رح تلاحظ انه الطرف الايمن رح ينطبق على الطرف الايسر. طب لو رسمنا السهم التالي على ورقه يا مس يا اشرف وجينا قسمناه بشكل خط افقي، ما رسمت خط عمودي حبيت اقسمه بشكل خط افقي وقصيته يا مس، طبعا رح تلاحظ انه الطرف العلوي رح ينطبق على الطرف السفلي. طيب خلينا يا مس هنا بعد ما تعرفنا على خط التماثل، هو خط يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين يعني متساويين. بيحكي لنا كم عدد خطوط التماثل لكل من الأشكال التالية؟ بس هسا أكيد مش كل الأشكال اللي في الدنيا إلها خط تماثل واحد، ممكن يكون إلها خطين تماثل، ممكن ثلاث، ممكن أربعة، ممكن يكون عدد لا نهائي من الخطوط. طيب كيف بدنا نعرف كم عدد خطوط التماثل؟ لو جينا مثل الشكل الآتي، الشكل اللي أمامنا، لو جينا رسمنا خط عمودي حاولنا نقسمه من المنتصف، هاي خط عمودي. لو جينا نقسمه من نرسم خط أفقي، هاي رسمنا خط أفقي. ممتاز، فبرضه قسم لي الشكل إلى جزئين متطابقين يعني متساويين. لو حاولت أرسم كمان خطوط برأيك يا مس يا أشرف بزبط معنا؟ ممتاز، بيحكي لي ما بزبط، خلص رسمنا خطين، خط عمودي وخط أفقي، فقسم لي الشكل إلى جزئين متطابقين، معناته في عندي خطي تماثل، في عندي خطي تماثل. لو جينا لشكل السهم يا مس يا جنى، شو رأيك؟ ممتاز، تحكي لنا خط عمودي ما بقدر أرسم، لأنه مستحيل من أي طرف أرسم خط عمودي إنه يقسم لي الشكل إلى قسمين متساويين، فشو برسم؟ ممتاز، بتحكي لنا برسم خط أفقي بقسم للشكل إلى قسمين متساويين، معناته كم عدد خطوط التماثل؟ رائعة، عندها خط تماثل واحد فقط. طب لو جينا يا مس هنا على الشكل الآتي يا مس يا ملك، لو جيت بدي أرسم خط تماثل، جربي أرسمي مثلا خط عمودي من المنتصف، هاي بدها تجرب ترسم خط عمودي من المنتصف، شو رأيك؟ ممتاز، بتحكي له مستحيل ينطبق الجزء الأيمن على الأيسر. طب لو جيت بدي أرسم خط أفقي، شو رأيك؟ ممتاز، تحكي له مستحيل ينطبق الطرف العلوي على الطرف السفلي. معناته برأيك هذا الشكل فيه له خطوط تماثل؟ ممتاز، بتحكي له هذا الشكل مستحيل يكون له خطوط تماثل، لأنه لو رسمته على ورقة وحاولت أقسمه من أي اتجاه سواء من خط عمودي أو خط أفقي، أو لو ميلت الخط على جنب مستحيل ينطبق على بعضه على بعضه البعض، معناته لا يوجد خطوط تماثل، معناته احنا هنا لا يوجد محاور تماثل. بس محاور تماثل، كلمة محاور هي نفسها كلمة خط التماثل، تمام؟ خط تماثل معناته لا يوجد محاور تماثل، يعني لا يوجد خطوط تماثل.
بهاي الحالة يا مس بدنا نستنتج إنه من خلال الثلاث أشكال نلاحظ مما سبق أن الشكل أي شكل بالدنيا ممكن أن يكون له خط تماثل واحد زي السهم، أكثر من خط تماثل زي المستطيل له خطين تماثل عندهم زي ما احنا شايفين، أو ليس له خطوط تماثل زي الشكل الأمامي، زي الشكل اللي موجود أمامي. طيب ننتقل يا مس للمثال التالي. طبعا تعرفنا على معنى خط التماثل، مس خط التماثل نفسه محور التماثل، يعني لو سمعت كلمة خط تماثل أو محور تماثل نفس الشيء. انتقلنا بعدين لعدد خطوط التماثل، ممكن يكون شكل له خط تماثل واحد، أكثر من خط تماثل، أو لا يوجد له أي خط تماثل. لو جينا للأشكال الآتية بحكي لنا كم عدد خطوط التماثل لكل من الأشكال الآتية. يلا يا فارس، معطيك يا مس هنا الشكل الأول. شايف هذا الشكل؟ أنت رسمت هذا الشكل على ورقة خارجية وجيت بدك ترسم له خطوط التماثل. أول شيء شو تفكر؟ ممتاز، مش دائما يا سادس فكروا بخط التماثل العمود، يعني ارسموا خط عمود وشوفوا هل بينطبق الجزء الايمن على الايسر ولا لا. هي رسم خط تماثل، ممتاز، بحكي لنا فارس الجزء الايمن بينطبق على الجزء الايسر. طب لو رسمت خط افقي من هون هيك بزبط؟ ممتاز، بحكي لنا ما بزبط، ما رح ينطبق الجزء العلوي على السفلي، عفوا يا مس. معناته كم عدد خطوط التماثل؟ ممتاز، بحكي لنا عندي خط تماثل واحد فقط. ننتقل للشكل اللي بعده. طبعا الشكل اللي بعده مس هذا شكل المعين، هذا عندي هون يا مس شكل المعين. اول خط حكينا بنفكر فيه خط مين؟ يا مس يا ايمن، ممتاز، بحكي لنا خط تماثل بدي ارسم خط عمودي. اول شيء هون مو مشكله، حاول ايمن انه يبلش بخط التماثل الافقي، يعني حب يرسم خط افقي. هل الجزء العلوي انطبق على الجزء السفلي؟ ممتاز، معناته هذا اول خط تماثل. طيب نيجي نرسم الخط العمودي، هل الطرف اليمين انطبق على الطرف اليسار؟ ممتاز، معناته في عندي خطين تماثل للمعين، في عندي خطين تماثل للمعين، خط عمودي وخط افقي. حكيت لكم امس دائما حاولوا بانه ترسموا الخط العمودي والخط الافقي عشان تشوفوا هل هو في عندي خطوط تماثل او لا. لو جينا لشكل المثلث، مس هذا المثلث بعطيكم معلومه مهمه جدا، المثلث اللي امامنا مثلث متطابق الاضلاع. متطابق الأضلاع يعني أضلاعه الثلاث إلها نفس القياس، يعني إذا كانت هاي القطعة 4 سنتي، هاي القطعة 4 سنتي، وهاي القطعة 4 سنتي. فأول شيء بنبلش بمين؟ ممتاز، أول شيء بنبلش بالخط العمودي. هاي قسم لي إياها إلى جزئين متطابقين. لو فكرنا بالخط مين كمان؟ ممتاز، بس انتبهوا، مثلث متطابق الأضلاع، مثلث متطابق الأضلاع إله ثلاثة خطوط تماثل، بس هاي احفظوها، مثلث متطابق الأضلاع له ثلاثة خطوط تماثل، من عند كل رأس في عندي خط. لاحظتوا قبل شوي مثلا الخط الأول كان من عند الرأس الأول، الخط الثاني من الرأس الثاني، والخط الثالث من الرأس الثالث، هيهم ثلاثة خطوط تماثل، من عند كل رأس بنزل خط عمودي وبكون خط تماثل. طبعا لو رسمت خط أفقي بهذا الشكل مستحيل ينطبق الطرف العلوي على الطرف السفلي، معناته في عندي ثلاث خطوط تماثل وحكينا اسمه مثلث متطابق الأضلاع. بدنا نحفظ انه مثلث متطابق الاضلاع له ثلاثة خطوط تماثل، من عند كل رأس في عندي خط تماثل عمودي، تمام؟ في عندنا معلومة مهمة جدا اللي هي مثلث متطابق الضلعين، بما انه حكينا عن مثلث متطابق الاضلاع، بدنا نحكي عن مثلث متطابق الضلعين، بس متطابق الضلعين هي انتبهوا هي علامة شو؟ مين بده يذكرني هي علامة شو؟ اي ام سي حلا، ممتازة، بتحكي لها دائما اذا كان في شحطة معناته هي علامة التساوي، القطعة المستقيمة هي يا مس القطعة المستقيمة الأولى تساوي القطعة المستقيمة الثانية. شو يعني تساويها؟ ممتازة، معناته لها نفس القياس، يعني إذا كانت هاي أربعة هاي أربعة، ولاحظ إنه عندي على قطعتين فقط، معناته هو مثلث متطابق الضلعين. مس معلومة مهمة جدا جدا احفظوها، تمام؟ مثلث متطابق الضلعين له خط تماثل واحد يقسمه من الرأس، بس خط تماثل واحد بيقسمه من الرأس. هسا مثلث متطابق الأضلاع لما يكون أضلاعه الثلاثة متطابقة لها نفس القياس، ثلاث خطوط تماثل، كل خط ببلش من الرأس، خط عمودي من الرأس. بينما مثلث متطابق الضلعين فقط يا مس له خط تماثل واحد يقسمه من الرأس، لأن قصة الضلع الثالث ما بيساويهم، فما رح أقدر أرسم من الرؤوس الثانية اللي هو الرأس الثاني ورأس الثالث خطوط تماثل، تمام؟ معناته مثلث متطابق الأضلاع له ثلاث خطوط تماثل، من كل رأس برسم خط تماثل، مثلث متطابق الضلعين له خط تماثل واحد فقط، تمام يا مس؟ هيك ننتقل للمثال التالي.
بيحكي لنا كم عدد خطوط التماثل للمربع وللسداسي المنتظم؟ المربع سهل جدا، بنرسم مربع على ورقة خارجية مسي عبد الرحمن وبنبلش. أول شيء بنبلش بمين؟ ممتاز، بالخط العمودي. هاي قسم لي المربع إلى جزئين متطابقين. الخط الثاني ممتاز، بفكر بالخط الأفقي دائما، أول شيء بفكر بالخط العمودي بعدين الأفقي مباشرة. هاي قسم لي إياها برضو. شوفي عندي، ممتاز عبد الرحمن بيحكي لي بقدر أقسمها يامس من الأقطار. انتبهوا، مش هذا قطر. لما شرحنا الدرس الأول حكينا القطر اللي هو بيقسم لي إياها. هي هاي عندي القطر، وبرضه في عندي قطر من أي اتجاه؟ الاتجاه الآخر اللي هو بيقسم لي إياها إلى قسمين متطابقين. معناته المربع في عندي خط عمودي خط أفقي، وعندي من الأقطار برضه في عندي خطين تماثل. معناته كم عددهم؟ ممتاز، 4 خطوط تماثل. عددهم 4 خطوط تماثل. طبعا دائما هاي الأشكال إحنا لازم نتخيلها براسنا أو نرسمها مشان نقدر نطلع عدد خطوط التماثل. تمام، ننتقل للسداسي المنتظم. السداسي المنتظم يمس يعني عدد أضلاعه 6، ومنتظم يعني كل أطوال أضلاعه متساوية، كل أطوال أضلاعه متساوية. تمام، أول خط من وين برسم؟ يا مسي أيناس، ممتاز، من الأفقي اللي هي الخط الأفقي. حابة تبلش بالأفقي، تمام، هي قسم للطرف العلوي وبيساوي الطرف السفلي، ممتازة. ننتقل يا مسها سلاميين، ممتاز، الخط العمودي، لاحظوا أنه بينطبق الطرف اليمين على الطرف اليسار. كمان شوفي عندي، ممتازة إيناس بتحكي لي بقدر أرسم خط ثالث. هيا انتبهوا عليه، هي خط ثالث بقسم لي الطرفين، خلاهم طرفين متطابقين. تقدر ترسمي كمان ولا بس خلاص هذول الثلاثة؟ رائعة، بتحكي لي بقدر أرسم كمان، هي خط ثالث، هي خط رابع عفوا يا مس. حكينا الخط الأفقي، الخط العمودي، والخط من الأطراف، هي عندي الخط الثالث وهي الخط الرابع. كمان في عندي، ممتازة، تحكي لنا في عندي برضو كمان. بس هاي الأشكال كلها، إذا أنت يا مسي أيناس رسمتي الشكل على ورقة خارجية السداسي المنتظم وبلشت تقص فيه، راح تكتشفي إنه هاي هي خطوط التماثل. وضل عندي كمان خط تماثل واحد، ممتازة، معناته كم عدد خطوط التماثل اللي رسمتها إيناس يا مسي السادس؟ رسمت 6 خطوط تماثل، رسمت 6 خطوط تماثل. بس انتبهوا على شغلة، المربع له 4 أضلاع، وكم عدد خطوطه؟ ممتاز، 4 خطوط تماثل. طب والسداسي المنتظم عدد أضلاعه 6، وكم عدد خطوط التماثل يا مس يا ريماس؟ ممتازة، 6 خطوط تماثل. معناته يا مس بدنا ننتقل للاستنتاج التالي، أو قبل ما ننتقل للاستنتاج التالي خلينا شوي مشان نعزز هذا الاستنتاج ناخذ المثال الثالث. طبعا حكينا المربع 4 أضلاع 4 خطوط تماثل، السداسي 6 أضلاع و6 خطوط تماثل. نيجي لمثلث متساوي الأضلاع. بس من شوي حكيت لكم مثلث متساوي الأضلاع نفس مثلث متطابق الأضلاع 3، كم عدد أضلاعه؟ ممتاز 3. كم عدد خطوط التماثل؟ حكيت لكم عنها يا مس، ممتاز، 3 خطوط. المربع كم عدد أضلاعه؟ يلا يا مس يا ريماس، ممتازة، 4. وكم عدد خطوط التماثل؟ رائعة، 4. يلا يا مس يا أمين، الخماسي المنتظم كم عدد خطوط كم عدد أضلاعه؟ رائع، بيحكي لنا 5. معناته شو تتوقع يكون عدد خطوط التماثل؟ رائع، بيحكي لنا بتوقع انها تكون 5 خطوط تماثل. نيجي للسداسي المنتظم، من شوي حليناه بالسلايد السابقة، عدد أضلاعه 6 وعدد خطوط التماثل 6. معناته شو بنلاحظ يا مس يا خلينا نشوف مين، أميرة ما جاوبت معنا، تمام. شو بنلاحظ يا مس يا أميرة؟ إنه المضلع المنتظم، أول شيء بدنا نعرف المضلع المنتظم، هو مضلع أضلاعه متساوية في الطول زي السداسي المنتظم. مش حكيت لكم عدد أضلاعه 6 وكلهم لهم نفس القياس وزواياه متساوية في القياس. معناته المضلع المنتظم هو مضلع أضلاعه متساوية في الطول وزواياه متساوية في القياس. نستنتج من المثال السابق اللي هو مثال 3 والمثال اللي قبله اللي كان في المربع والسداسي المنتظم، شو نستنتج يا مس يا ميرا؟ ممتازة، تحكي لنا نستنتج أن عدد خطوط التماثل للمضلع المنتظم يساوي عدد أضلاع المضلع. يعني المربع مضلع منتظم له 4 أضلاع 4 خطوط تماثل، المثلث متساوي الأضلاع اللي هو المنطبق الأضلاع عدد أضلاعه 3 وخطوطه التماثل 3، السداسي كان 6 أضلاع و6 خطوط تماثل، والخماسي
نفس الشيء، خمس أضلاع وخمس خطوط تماثل. طب لو جيت سألت يا ميس يا ميرا، بدي أسألك السؤال، كم عدد خطوط التماثل للثماني المنتظم؟ بس انتبهوا شو حطيت كلمة بعد ثماني، ثماني منتظم، مش دائما وين ما تشوف كلمة منتظم معناته عدد خطوط التماثل يساوي عدد الأضلاع، تمام؟ ثماني منتظم، تحكي لأميرة عدد أضلاعه ثمانية وعدد خطوط التماثل ثمانية، ممتازة يا مس يا ميرا. طيب ننتقل للسؤال 2 صفحة 36. لرسم الجزء الآخر من الشكل، بحكي لها أو أرسم الجزء الآخر عفوا يا مس من الشكل، إذا كان الخط الأسود هو خط التماثل، معطيني هاي الأشكال الثلاثة، بده إياني أرسم أو أكمل الجزء الآخر من الرسمة إذا كان الخط الأسود هو خط التماثل. شايفين هذا الخط الأسود هي اللي معطيني إياه هو خط التماثل، يعني هو الخط اللي بيقسم لي الشكل إلى جزئين متطابقين. هسا بدنا نمشي واحدة واحدة، تمام؟ خلينا نبدأ أول شيء، أنا بدي أحل أول واحدة بعدين بعطيكم تكملوا الباقي. انتبهوا هون يا مس، في عندي الخط هذا نازل مربعين للأسفل، معناته اللي قابله ممتاز، راح أرفع مربعين للأعلى، راح أخلي خط مرتفع مربعين للأعلى. بعدين نزلت مربع مربعين ثلاثة، نزلنا ثلاث مربعات، معناته بدي أطلع ثلاث مربعات، واحد اثنين ثلاثة، تمام؟ بعدين مشينا بخط مستقيم مربع مربعين ثلاثة أربعة، معناته بدي أمشي خط مستقيم مربع مربعين ثلاثة أربعة، انتبهوا إنهم بيقابلوا بعض هيهم. بعدين طلعت مربع مربعين ثلاثة، بدي أنزل مربع مربعين ثلاثة. بعدين طلعنا للأعلى مربعين، بدي أنزل للأسفل مربعين. هاي لاحظوا إنه الشكلين متطابقات على بعضهم البعض. يلا يا مس يا سيف بدك تبلش معي بالشكل الآتي. عندك خط، الخط مرتفع مربعين للأعلى، شو بدي قابله؟ ممتاز، خط نازل مربعين للأسفل. بعدين مشينا لليمين مربع مربعين ثلاث، بدك تمشي لليمين كم مربع؟ ممتاز، ثلاث مربعات، مربع مربعين ثلاث. بعدين الخط رجع ارتفع للأعلى بمقدار ثلاثة مربعات، بدك تنزل للأسفل بمقدار ثلاثة مربعات. بعدين مشينا بخط مستقيم لجهة اليمين بمقدار أربع مربعات، رائع، بده يمشي سيف لليمين بمقدار أربع مربعات. بس انتبهوا بيحكي لنا أنه الخط الأسود خط تماثل، معناته الجزء العلوي إجباري ينطبق على الجزء السفلي، مشان هيك إحنا بنمشي بنفس الخطوات، راح على اليمين بنروح على اليمين، هو طلع إحنا هون بدنا نضطر ننزل، ما بنقدر نطلع معاه كمان مرة، تمام؟ هون يا مس هسه بعد ما خلصنا عندي نزل للأسفل مقدار ثلاث مربعات، أنا بدي أطلع للأعلى بمقدار ثلاث مربعات. بعدين بدنا نمشي لليمين بمقدار ثلاثة خطوات اللي هي ثلاث مربعات، وفي الآخر شيء أطلع للأعلى بمقدار مربعين. لاحظوا إنه الجزء الأعلى انطبق على الجزء السفلي، ممتاز يا مس يا سيف، يعطيك ألف عافية. ننتقل للجزء اللي بعده، الشكل اللي بعده، يلا يا مس يا دارين، شو عندك هون؟ ممتاز، تحكي لنا رحنا لاتجاه اليمين بمقدار أربع مربعات، يعني مشت لليمين بمقدار أربع مربعات، بدي أمشي لليسار بمقدار أربع مربعات، هي واحد واحد اثنين ثلاث أربعة. بس انتبهوا بما أنه خط هي خط التماثل عمودي، معناته لازم الطرف اليمين ينطبق على الطرف اليسار، هو راسمني الطرف اليمين فأنا بدي أرسم الطرف اليسار، مشان هيك أنا بمشي لليسار قاعدة معه. تمام، بعدين يا مس ممتاز، تحكي لنا نزل للأسفل بمقدار مربعين، بدي أنزل للأسفل بمقدار مربعين، بعدين راح لجهة اليسار بمقدار مربع مربعين ثلاث، بدي أمشي لليمين عكسه هسا ثلاث مربعات، بعدين بدي أنزل بمقدار مربع مربعين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة، بدي أنزل بمقدار سبع مربعات، بعدين أمشي لليمين بمقدار مربع، ممتازة يا مس يا دارين، يعطيكي ألف عافية. لاحظوا كيف إنه الأشكال انطبقت على بعضها البعض. طبعا هذا السؤال يا مس ما ترسمه على الدفتر، على الكتاب مباشرة أرسموا الأشكال الثلاثة. طبعا بهيك يا مس يا سادس بتكون انتهت حصتنا لليوم. في عندك واجب سؤال واحد صفحة 36. سادس مس بدي أطلب منكم شغلة، خطوط التماثل احفظوا لي شو معنى خط التماثل، احفظوا عدد خطوط التماثل للشكل المنتظم او للمضلع المنتظم تساوي عدد اضلاعه، والمثلثين المنطبق الاضلاع ومثلث متطابق الضلعين، ونعرف دائما انه انا اول شيء ببلش برسم الخط العمودي بعدين الخط الافقي، ويعطيكم الف عافيه يا سادة.